الله الرحمن الرحيم. ابنائي طلاب الصف الثاني الثانوي لغات، اهلا بيكو مع مادة الفيزياء. وان شاء الله النهاردة هيكون الموضوع بتاعنا باسكال برينسبل. وطبعا باسكال برينسبل دوت something very important in الفلويد ميكانيكس. طبعا دي هحط قدامي طبعا دي الايمج بتاعة العالم باليز باسكال. وطبعا العالم دوت عمل حاجات كتيره، هو صحيح توفي وهو شاب يعني، ولكن يعتبر باسكال برينسيبل ابلكيشن للفيري امبورتنت فاكت ذات سي اللي بتقول انه الليكويد انكمبريسبل. يعني دي تعتبر ابلكيشن للليكويد انكمبريسبل. سو اللي عايز اعرفه في الرول بتاعه باسكال انه طالما الليكويد انكمبريسبل، فا اف وي ابلاي بريشر تو ذات انكمبريسبل فلويد او ليكويد، that pressure transmitted equally in all direction to every part in the liquid and to the container as well. يبقى انا كل اللي عايز اركز عليه النهاردة انه انا عندي container والcontainer دوت كان enclosed، وانا apply pressure على الليكويد الانكلوزد دوت، هلاقي انه البريشر، لان طالما الليكويد uncompressible فنمبر 1 البريشر ترانسميتد انسايد الليكويد، دي اول فاكت عايز اركز عليها جامد، انه الليكويد ترانسميتد انسايد الليكويد، دي نمبر 1 ده البريشر ترانسميتد، نمبر 2 البريشر ترانسميتد ان اول دايركشن، نمبر 3 البريشر ترانسميتد باي ذا سيم اماونت. يبقى خد بالك معايا ثلاث حاجات انا عايزك تكون طالع بيهم في الفيديو دوت كويس جدا بالنسبه لي. نمبر 1 انه از لونج از الليكويد انكمبريسبل، سو اف وي ابلاي بريشر تو ذات ليكويد، نمبر 1 That pressure transmitted in whole بالكامل. That pressure transmitted in all direction. That pressure transmitted in equal amount في all direction. يبقى البريشر بيتنقل بالكامل في all direction وفي كل direction act the same هنا زي هنا. وطبعا أنا دلوقتي هوريك some videos، بعض الفيديوز اللي هي هتأكد لي على الفاكت ديت، فركز معايا في موضوعات الفيديو اللي جاية. طبعا هنا بص معايا اول فاكت بيركز عليها انه تراي تو كومبريس الليكويد، بيحاول يضغط الليكويد ما بيضغطش معاه اطلاقا. يبقى دي اول فاكت اتكلمنا عنها انه الليكويد انكمبريسبل. طالما الليكويد انكمبريسبل، طب تعالى نشوف الريزلت هتكون ايه. فانا لو حطيت الكونتينر ده وحاول اعمل بريشر على الليكويد، يعني انا كده اهو هحاول اعمل بريشر على الليكويد، هلاقي انه الليكويد البريشر ترانسميتد وطلع من كل واحده ذا سيم، فده مين ذات انه البريشر ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن. دي كمان انذر اكسبيرمنت هتوضح لي ازاي الليكويد البريشر ترانسميتد انسايد الليكويد ايكوالي في الاول دايركشن، وكمان هيتوضح لي الفاريشن بتاعه البريشر مع الدبس بتاعه الليكويد. فطبعا هو في البدايه هتشوف اهو البريشر كان لسه بيحط ميه، الووتر كان البريشر انسايد الليكويد كان قليل شويه، فشايف الميه اهي قدامك طالعه بصوره صغيره. تعال نشوف لما يبدا يحط ميه اكتر، ركز بس على الجزئية ديت وشوف اللي هيحصل لاندفاع الووتر من البورز او الهولز اللي هنا. بص كده هتلاقي انه الووتر اهو عمال يطلع بصورة اكتر، ولما الدبس بيقل اهو الووتر عمال يصورة اقل، ومش بس اقل ده كلهم قدمين قد بعض، فده بيثبت لي انه البريشر ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن. بص كمان اهو، يبقى لو انت بصيت من فوق هتلاقي، بص كده معايا البطه دي من فوق هتلاقي الليكويد هنا كله اكت ايكوالي ان ذا سيم دايركشن وبيقل بنفس الاماونت، فده اللي احنا بنركز عليه هنا. يبقى انا في الفيديو اللي فات شفت انه البريشر ترانسميتد انسايد الليكويد والبريشر انكريز ايكوالي وديكريز ايكوالي باي ذا سيم اماونت. كمان هنا في عندي اكسبيرمنت كمان مهمه جدا هحاول اوريها لك هنا، ان انا لو انا ابلاي بريشر برضو للانكلوز ليكويد، بص كده على كل حته من دول وشوف لي هل بالفعل البريشر ترانسميتد وايكوالي في الاول دايركشن ولا لا. اهو بيحاول ايدي الكونتينر اللي قدامي وهنشوف هيعمل ايه. بص كده هيبدا ابلاي بريشر فوق، هتلاقي ان كلهم اتحركوا باي ذا سيم اماونت، فده معناه ان البريشر الترانسميتد انسايد الليكويد، ومش بس كمان الترانسميتد ده. في عندي كمان اهي اكسبيرمنت بسيطه هوريك انه ازاي البريشر ترانسميتد ايكوالي تو افري بوينت ان ذا ليكويد. هنشوف اهو هنا، بص كده معايا هيبدا ابلاي بريشر على الليكويد اللي قدامك، بص كده هتلاقيهم كلهم بيطلعوا مع بعض في نفس الاماونت، فده مينز انه البريشر ترانسميتد ايكوالي. يبقى
بيتنقل بنفس الاماونت وبرضه بيقل بنفس الاماونت وانكريز بنفس الاماونت، فده ان اثبت انه البريشر ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن. دلوقتي انا عندي هنا فيديو مهم جدا هحاول اوريه لك، وعايز اعرف يعني بعد احنا ما هنشوفه ده طبعا دوت انا مش هتكلم فيه كتير، لانه الفيديو دوت نفسح كل اللي احنا قلناه. هو كل اللي هيعمله انه هيخبط الازازه من فوق، يعني الخبطه اللي من فوق دي ليها غطا، والغطا ده موفبل، الغطا بتاع الازازه اللي قدامك دي موفبل، هو بيخبط الغزه اللي الغطا اللي فوق بتتكسر الازازه من تحت. انا عايز كل واحد يعمل لي اكسبلانيشن واي هو لما خبط الازازه من فوق اتكسرت من تحت، وبص وشوف الفيديو معايا وركز فيه، انه دوت هيبقى التاسك بتاعك اللي مطلوب انك تعمل لي اكسبلانيشن وتبقى تبعته لي بعد ما تشوف الفيديو دوت. طبعا انا رجعت معاك للسلايد تاني بعد انت ما شفت الفيديو دوت، فانت مطلوب منك تعرف واي البوتوم بتاعه البوتل ديت اتكسرت ليه، اتكسرت لما انا خبطتها من فوق. يا ريت تبقى ديت التاسك اللي احنا عاوزين نطلع بيه النهارده، ويبقى هو البروجكت المفروض نطلع بيه من الدرس بتاع النهارده. طيب بص كده، انا هحاول اتكلم دلوقتي على باسكالز لو، وطبعا احنا يمكن ركزنا على اكتر من حاجه. فطبعا احنا اول حاجه قلناها انه الليكويد انكمبريسبل، وشفنا في الفيديوز انه طالما الليكويد انكمبريسبل يبقى لو انا جبت بريشر على انكلوزد ليكويد، البريشر ده بيتنقل بالكامل ان هول to every point in the liquid وبي transmitted equally في all direction. فدوت هي الفاكت ديت اللي انا شفتها، انا بس عايز اعمل لها explanation واشوف ازاي باسكال قدر يخرج بالرول دوت. فهو بيقول لي if we apply pressure to enclosed liquid like oil whatsoever، يعني زي اللي قدامك دوت. فهو بيقول لو انا apply pressure to enclosed liquid، البريشر دوت transmitted equally في every point in the liquid and to the wall of the container as well. يعني انا لو عملت بريشر فوق، طبعا الليكويد احنا شو زي ما عارفين انه انكمبريسبل، فمش هيتضغط معاك اطلاقا، وبالتالي البريشر اللي انت هتحطه فوق هيتنقل في الليكويد، فكل بوينت في الليكويد البريشر بتاعها انكريز بنفس الاماونت، وكمان هيبقى البريشر بتاعي ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن. طيب دي اول حاجه احنا اتكلمنا عنها اللي هي الترانسميشن بتاع البريشر والترانسميشن ايكوالي في الاول دايركشن. نبص كمان ونشوف ديت يمكن فيها صوره لنفس اللي حصل في اخر فيديو اللي انا طلبت منك الاكسبلانيشن. انا هوريه لك على السريع. طبعا انا هنا عندي موفبل بيستن او تقدر تقول عليه غطا ليها يعني متحرك. طبعا لو انا ابلاي فورس هنا في ليكويد، فطبعا يا ترى ازاي في فورس ترانسميتد للبوتوم بتاع الكونتينر، وبالتالي هتبقى ماتش لارجر فورس، وازاي الماتش لارجر فورس ديت هتقدر تكسر الغطاء اللي تحت دوت، مع انها ما كسرتش اللي فوق ولكنها كسرت اللي تحت. فيا ترى عايز بس الكومنت بتاعكم هو دوت التركه اللي انا عايزها في الجزئيه ديت. هبدا دلوقتي اتكلم معاكم برضو على باسكالز لو، ونشوف انه في السلايدز ان انا لو انا عندي ليكويد زي كده، والليكويد ده موجود انسايد انكلوزد كونتينر، وابلاي بريشر، طبعا سينس الليكويد انكمبريسبل يبقى البريشر بتاعي ترانسميتد هيتنقل في الليكويد، وهيتنقل ايكوالي وترانسميتد ايكوالي وفي الاول دايركشن، يعني كل حته فيهم هتبقى يعني نفس البريشر هو اللي هيتنقل لكل حته في الليكويد، وفي نفس الوقت هيخرج من كل حته من الليكويد بنفس الاماونت. فعشان كده زي احنا ما بنقول بالفعل البريشر اكت ايكوالي في الاول دايركشن، وبالتالي ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن انسايد الليكويد. يبقى برضو نبص كده، يبقى البريشر ترانسفير انسايد الليكويد ان اول دايركشن، البريشر اوف افري بوينت ان ذا ليكويد انكريز باي ذا سيم اماونت، طبعا زي ما قلناها نفس البريشر اللي انا حطيته فوق هو نفسه اللي كل بوينت في الليكويد هتزيد بيه، وبالتالي يبقى احنا في الحاله دي بنقول البريشر ترانسميتد ايكوالي ان اول دايركشن. وكمان البريشر ترانسفير ان فول يعني سيم نفس الفاليو هي اللي هتتنقل لكل حته في الكونتينر، وبالتالي هتلاقي الميه بتطلع من كل حته ذا سيم، لانه البريشر انكريز باي ذا سيم اماونت انسايد الليكويد. تمام. ونبص برضو يمكن دي هتوضحها لي اكتر، ان انا لو انا عندي شيب زي اللي قدامك دوت، وطبعا عندي تو بيستنز كده، البيستن A والتاني البيستن B، وفي بينهم ليكويد زي اللي انت شايفه كده، وانا هبدا بمنتهى البساطه ابدا apply pressure to point A،
طبعا البريشر ترانسميتد من بوينت A انتو ذا ليكويد، وطبعا زي الرسمه اللي انا عاملها لك دي قدامك انه البريشر انسايد الليكويد اهو، طبعا ديت اللي هي بتقول لك انه البريشر ترانسميتد ان اول دايركشن واكت ان اول دايركشن. يبقى صحيح انا عملت البريشر من هنا، يبقى كل حته في الليكويد البريشر بتاعها انكريز باي ذا سيم اماونت. وهركز بس على الحته اللي اندر بيستن بي ونشوف النتيجه هتكون ايه، انه بالفعل نفس البريشر هيوصل عندي بوينت بي. يبقى البريشر اللي هنا اللي ابلاي عندي ايه زي ما اتفقنا الليكويد انكمبريسبل، يبقى البريشر هيتنقل هو هو وفي الاول دايركشن، وبالتالي بيستن بي هيتاثر باي ذا سيم اماونت اوف بريشر. وطبعا دوت يعتبر ابلكيشن على باسكالز لو اللي هو بيقول لي ايه، بيقول لي if we apply pressure to enclosed liquid the pressure transmitted undiminished، يعني كل نفس البريشر اللي انا حطيته هو هو اللي هيمشي جوه الليكويد وهيوصل الناحية التانية، يبقى البريشر transmitted undiminished to every point in the liquid and to the wall of the container as well. ونشوف كمان، يبقى باسكال برينسبل if we apply pressure to enclosed liquid the pressure transmitted undiminished to every point in the liquid and to the wall of the container as well. ونبص كمان هنا ونشوف بيتكلم على ايه، فهو بيقول لي باسكال برينسبل برضو البريشر ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن، لازم تبقى دي معلومه مهمه جدا. فانا لو عملت جبت مثلا بالون والبالون دوت كونتين ايرز وموجود انسايد الووتر سيرفيس وابلاي بريشر على الووتر، طبعا هنا الصحيح الليكويد انكمبريسبل بس ديت بالون فيها جاز، فالجاز هو كومبريسبل، فطبعا لو انت بصيت هتلاقي الفوليوم بتاع ديكريز، ولكن برضو هيحتفظ بالسفيريكال شيب بنفس الشيب بتاعه، فده معناه انه البريشر اكت عليه في الاول دايركشن، ودوت اللي احنا بنثبته انه بالفعل البريشر انسايد الليكويد اكت في الاول دايركشن. وطبعا ديت برضو بتقول لك ان انا لو ابلاي بريشر من هنا هلاقي الليكويد بيطلع من كل حته من هنا وبيطلع بنفس السبيد، فدي معناها انه البريشر ترانسفير او ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن. هنتكلم كمان على انه باسكال رول داز نوت ابلاي تو ذا جاز، هي على فكره بتشتغل مع الجاز بس ما بتبقاش بنفس الافشنسي از مع الليكويد، يعني صحيح لسبب واحد وهو ان لو انا ابلاي بريشر تو جاز الجاز كومبريسبل، وبالتالي البريشر نوت داز نوت ترانسفير او ترانسميتد ايكوالي تو افري بوينت انسايد الجاز. فلو انا مثلا عملت بريشر مثلا 500 هلاقيه وصل تحت مثلا، يبقى البوينت اللي تحت انكريز ب 100 و 400 ضاعوا، طب ضاعوا فين؟ ضاعوا في الكومبريسيبيليتي بتاعت او ضغط الغاز. يبقى اذا باسكال برينسيبل داز نوت ابلاي تو ذا جازز، ليه؟ انه الجازز كومبريسيبل. يبقى هنا الكي انسر في باسكال برينسيبل ان احنا بنقول انه باسكال ابلاي تو ذا جازز ليكويد، واي؟ بيكوز الليكويد انكومبريسيبل وايل الجاز كومبريسيبل، عشان كده هي الرول ما بتشتغلش مع الجازز. كمان هنشوف ايه الابلكيشن بتاعت باسكال برينسيبل. نمبر 1 ايه دي مجموعه الابلكيشن اهيت اللي هي عندي الهيدروليك بريس، عندي كمان الهيدروليك بريك او الفرامل، عندي كمان الدنتس تشير، وعندي الكار ليفت. تعالى انا هوري لك الايمج بتاعتهم واحده واحده كده. هنبدا الاول بالهيدروليك بريس، شوف كده ده الهيدروليك بريس اللي يوز تو ليفت الكارز. طيب كمان وهذا هناخده بالتفصيل، يعني في كمان عندي غيره اللي هو الهيدروليك ليفت، وطبعا انا مديك ايمج للهيدروليك ليفت اللي هي في محطات الستيشن اللي يوز تو ليفت الكارز. في عندي كمان برضو ايمج تانية للهيدروليك ليفت اهي، ليه اكتر من حاجه، اكتر من هيدروليك ليفت بنشوفها في الهيدروليك سيستم يعني. وفي عندي كمان اللي هو الهيدروليك بريك او سيستم بتاع الفرامل بتاع العربيه، الجاز طبعا هنا بيبقى في عندي اويل موجود في السلندر، وطبعا هو لما بيعمل بوش على او بيضغط على دواسه الفرامل هي بتعمل بوش على الليكويد، فالبريشر بيتنقل ايكوالي في الاول دايركشن، وبالتالي بيوصل لتو بيستنز هنا، البيستن ده والبيستن ده، دول بيضغطوا على الويل او العجله فبيوقفوا بيبطئوا السبيد بتاعه الكار وبيوقفوها، فده برضو يعتبر ابلكيشن على باسكال برينسيبل.
وطبعا برضو عندي كمان اللي هو الكار ليفت او اللي هو الكوريك بتاع العربيه، هتشوف اهو ده يعتبر برضو ابلكيشن على باسكال برينسيبل، وان احنا ابلاي بريشر تو ذا بوينت في الليكويد البريشر ترانسميتد ايكوالي في الاول دايركشن للليكويد وافكت الوول اوف ذا كونتينر از ويل. عندي كمان يمكن هوريك ايمج اخيره للدنتست شير. طبعا ده كل دوت يعتبر ابلكيشن على الهيدروليك سيستم. طبعا لغايه هنا احنا هنقف في الفيديو بتاع النهارده، وان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل فيه الجزء بتاع الهيدروليك بريس وهناخده بالكامل. طبعا احنا الجزء المهم جدا اللي انا اتمنى من كل حد يكون واخد باله فيه، انه الجزء بتاع النهارده بتاع باسكال رول احنا ركزنا على اكتر من حاجه، انه باسكال رول ابلاي تو ذا ليكويد نوت تو ذا جازس. واي؟ لانه عندي فيري امبورتنت فاكت ذات انه الجاز ترانسميتد ايكوالي في امسوري البريشر ترانسميتد. اول حاجه عايز اقولها معلش انه الليكويد انكمبريسبل، فعشان الليكويد انكمبريسبل يبقى وايل الجاز كومبريسبل. يبقى اهم جزئيه عندي هنا تاخد بالك منها انه الجاز كومبريسبل، الليكويد كومبريسبل. طيب الليكويد اللي كومبريسبل دوت عاوزين نقول فيه ايه؟ عايزين نقول فيه انه الليكويد اللي هو كومبريسبل، هنبدا في الحاله ديت ان لو ابلاي بريشر تو ذا ليكويد هيحصل ايه؟ نمبر 1 البريشر ترانسميتد هيتنقل في الليكويد، دي اول حاجه، والبريشر هيتنقل بالكامل، يعني نفس البريشر اللي انت ابلاي الناحيه دي هو اللي هيوصل الناحيه الثانيه. يبقى نمبر 1 البريشر، اف وي ابلاي بريشر تو ذا ليكويد البريشر ترانسميتد ان فول هو وترانسميتد في الاول مين؟ في الاول دايركشن، وترانسميتد ايكوالي. يبقى دوت اللي هو الاجزاء اللي انا عايزك تكون فاكرهم، ويا ريت ما تنساش الجزء اللي انا وريته لك في الاول وطلبت منك تعمل لي ريبورت عنه، اللي هو ليه الإزازة اتكسرت في البوتوم بتاعها من تحت لما أنا خبطتها من فوق، ليه ما اتكسرش من فوق وليه اتكسر من تحت. وده يعتبر نهاية الفيرست فيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.